الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين. وبعد، السائل يقول: جاء في صحيفة الدار قبل أيام أن القلباوي، ولا اسمه ما أعرفه، القلباوي رئيس الطريقة القادرية قال إن تقبيل يد الصالحين مشروع حتى في السنة المطهرة. طيب، المشكلة والقضية الأساسية مش في تقبيل يد الصالح ولا لا، القضية الأساسية الصالح وين ذاته؟ هل اللي تقبلت يده ده صالح ولا ما صالح؟ ده احنا موضوعنا معاكنا في النقطة دي. لو بقى صالح بعد ذاك تاني احنا نشوف هل من السنة انه تقبل يده ولا من السنة ان يتواضع العالم ذاته. الصالح ده بيتواضع، مش بيكون مادي لك يده وده شغالين دبوس ويجوا بعديه ولد تاني بعديه مرة داخلين بالصف جماعة، واحد بيبرك بيبيوس يده وبيمشي. هل ده من عمل الصالحين؟ ده بعد ما نثبت يا اخواننا هل هذا الرجل صالح او لا. مواصفات الصالح في القرآن 2، قال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا. دي نمرة واحد، الذين آمنوا. والإيمان ده شنو ذاته؟ ما هو الإيمان؟ بالله سبحانه وتعالى، أن تؤمن بوجود الله تعالى وبربوبيته وبألوهيته وبأسمائه وصفاته. أنت لما تجي تراجع عقيدة القوم الصوفية اللي قاعدين ديل، هذه الكتب ترى القاعدة دي، انت لما تراجع عقيدتهم بتلقى انه العقيده دي ما هي العقيده الاسلاميه، دي عقيده باطله. هذه في الكتب جوا هنا دي، اقرا ما شئت من الكتب، كتاب ازاهير الرياض او القاعد ده، طبعه القاهره، هذه الطبعه اللي قدامك، الصفحه 33 32 و34، يتكلم عن كرامات الشيخ من كلامه، الكلام اللي قاله، قال: ومن كلامه رضي الله عنه. هذا الكتاب قاعد قال الله رضى عنه. انت تعال كده اثبت لنا اول حاجه اين رضي الله عن هذا الرجل، في اتو سوره في القران الله رضى عنه وين؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا ربنا رضى عن الزول ده؟ طيب، قال من كراماته احمد طيب البشير زعيم السمانيه، قال: من دفن، خد بالك، من دفن بيني وبين الشيخ عبد المحمود بشيبة المشهور بالطيار، قال: فإنه لا يعذب بنوع من أنواع العذاب ولا بالنار. انت الكلام ده بتصدقه؟ يعني انت خد بالك لما تجي تموت، مش انت في حياتك الدنيا بتعمل الصالح عشان يختم لك بالصالح، وتصلي وتصوم وتبر والديك. معنى الكلام بتاع الصوفي ده: لا صلاة لا صيام، انت بس في الدنيا دي تبقى مع الشيخ ده نجيب، في بياض تدفع البياض، الجماعة مشوا زيارة تمشي الزيارة، فهمت؟ في حولية تحضر الحولية، ده البرنامج. مت يدفنوك بين الشيخ أحمد الطيب وبين الطيار، والطيار ده منو ذاته؟ وطار بيتين، يدفنوك قال بيناتهم، قال ما بعذبوك. انت كلام زي ده لاقاك؟ ده في الدين دليله شنو؟ الدليل وين؟ من القرآن على انه اللي بيدفنوه في محله معينه. يا زول انت في النهايه المساله دي مساله مبنيه على العمل. ربنا قال: فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وانا له كاتبون. وربنا قال: انه من ياتي ربه مجرما فان له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا. ده الحساب كده بعدين. عملت الصالح ربنا بدخلك الجنة، انت قابلت ربك مجرم بتمشي جهنم. انت لو دفنوك جنب احمد طيب، دفنوك في راس احمد طيب ذاته، فهمت؟ شرط بطنه دخلوك جوا، ده كله ما بحلك، كله ده ما بحلك، فهمت؟ لكن انت لما تجي تراجع عقيدة الصوفية بتلقاها يا هذه العقيدة دي، ويجي يقول لك تقبيل يد الصالحين. وينهم الصالحين؟ منو الصالح؟ ديل ما صالحين، صالح ياتو فيهم. يجيك ذاك حامد بابكر
جماعة في منطقة في جنوب كردفان أفتاهم، قال لا، قال يجوز التبرك بالصالحين. أها، وبعد ذاك وينهم الصالحين؟ قال عشان كده ولذلك تعالوا اتبركوا بينا، عمل لهم كده. قال بالله معقول انت صالح هسه يتبركوا بيك؟ هسه انا كان عدمت بتبرك بيه، بتبرك بحامد؟ طب كان عدمت الشغله وما لقيت لي غنمايه ساي اتبرك بيها، بيا اتبرك بحامد؟ لكن شوف اصلا الجهل المركب مبني اصلا على العقيده الباطله بتاعتهم. ولذلك نحن ما بنناقش الصوفي في انه بيجوز تتبرك بيد الصالح ولا ما بجوز، بجوز تقبل يده ولا ما بجوز، ده ما نقاشنا الاساسي. نقاشنا هل شيخك ده صالح ولا ما صالح ذاته؟ بعد ما تثبت لنا انه صالح بعد ذاك نتناقش معاك في انه هل لو قبلته في يده دي فيها بركه ولا ما فيها، لانه دي ذاتها دي مساله شركيه ذاتها. بعد ذاك نجي لاخر حاجه الاحترام، البوسه بتاعت الاحترام اللي بتسميها دي، ده نقاش نمره ثلاثه بعدين. طيب قال وايضا في نفس الصحيفه الكاتبه قال البرهانيه، قالت ان البرهانيه من ال البيت، ده الطريقه البرهانيه قال من ال البيت كويس، قالت وهم على الحق. ده الجملتين، الجمله الاولى من ال البيت، ال البيت ده منو يا اخواننا؟ هم اصلا ال البيت هم من ذريه النبي صلى الله عليه وسلم او من قرابته، دل آل البيت. البرهانيه دل الصنجو من وين؟ عشان يكونوا من آل البيت. يا ناس الجماعه اللي قاعدين في السوق الشعبي دل هنا من آل البيت؟ يا ناس انتم ما بتخافوا الله؟ الناس دي ما بتخاف الله؟ الزول لما يكذب لك كذبه يفكها بقدر معين انا ذاتي اقدر استوعبها واصدقها معاك. لكن ممكن تقول له يا جماعه دل هسه يجيك سوداني، تخيل معاي لونه زي كده، يقول لك انا من اهل البيت، يعني انت هسه ولدك النبي؟ يا اخي انا ما تكبرها يا اخي، يا ناس بالراحه. اول حق لو صدقنا سلمنا معاك جدلا انه انت من اهل البيت، وطبعا اي صوفي لابد يطلع لك اول حاجه نسبه ده لاهل البيت، يقول لك فلان ابن فلان ابن فلان الفاطمي، للسيده فاطمه طوالي، ابن علان ابن فلان العباسي، العباسي يعني من نسب العباس. طيب انتوا ابو جهل ده وابو لهب، ابو جهل ده ما بيبقى للنبي صلى الله عليه وسلم بجهه امه، وابو لهب ده عمه، انا ما لاقاني واحد قال الابو جهلي. انت لاقاك قبل كده؟ ابو جهل ده ولد ولا ما ولا مات ساير قد؟ ما ولد برضه؟ اولاده وينهم؟ ما في زول بيقول لك انا تابع لابو لهب كله كله، بس يقول لك العباسي، بس من اعمام الرسول صلى الله عليه وسلم الولد العباس براو، العباس ولد لكن تاني عنده اعمام برضه ولدوا، عنده اثنين كفار واثنين مسلمين، فهمت؟ ابو طالب ولد كافر، عبد العزة كويس اللي هو ابو لهب برضه ولد، ديل اعمامه اثنين كفار، حمزه ابن عبد المطلب و العباس ديل اعمامه اثنين مسلمين مؤمنين، بس الجماعة يقول لك احنا من نسل العباس، عشان تعرف الكذبة ذاتها. على أي حال ولو أنت من نسل العباس رضي الله عنه أو من نسل فاطمة رضي الله عنها، ده ما بيحل لك ولا بيشفع لك أبدا. إذا أنت كنت على غير الكتاب والسنة لا ما بيشفع لك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنتي، وفي رواية وعترتي آل بيتي، قال فإنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض. يعني آل البيت المقصودين هم اللي ما بخالفوا الكتاب والسنة، ديل المقصودين من آل البيت. وإلا لو أي زول من أسرة النبي عليه الصلاة والسلام يكون من آل البيت يبقى أبو لهب من آل البيت، ده لو كان أي زول، لكن ما أي زول من نسب النبي صلى الله عليه وسلم يبقى من آل البيت إلا أن يكون مؤمنا على طريقة النبي عليه الصلاة والسلام. كويس، تعالي تشوف الطريقة البرهانية اللي تكلمت عنها تحت الجريدة دي، قالت ديل على الحق وديل من آل البيت. راجع كتاب
اسمه تبرئة الذمة في نصح الأمة، تأليف محمد عبد البرهاني، آخر صفحة، آخر صفحة في الكتاب، كتاب قدر الضربة كبير جدا، أنا قاعد عندي في البيت أخضر كبير، آخر صفحة في الكتاب يتكلم عن كرامات الدسوقي شيخه. قال قال الدسوقي للمولى عز وجل، خطاب بين الدسوقي وبين المولى سبحانه وتعالى، قال يا رب، شوف الحوار ذاته، ده مسلسل هندي ما بجيب لك شغل زي ده. قال يا ربي زد في جسمي، قال فزاد الله في جسمي. تاني قال له يا ربي زد، زد زيادة تاني، تاني زادوا، يا ربي زد، ثالث زادوا. قال حتى قال المولى عز وجل ماذا تريد يا إبراهيم؟ يا أخوانا أستشن تعرف دي كذبة ذاتها، لو حد ممكن المولى سبحانه وتعالى يسأل سؤال زي ده؟ لو القصة حق ما ممكن يسأل سؤال، لأنه المولى سبحانه وتعالى أعلم بمراد العبد قبل ما يخلق ذاته. خلي لما يقول لزيد في جسمي، ربنا يعلم انت قدرت تسوي شنو، دي ربنا بيعلمها ما بيسأل منا. قال قال له انت بالضبط دار شنو؟ قال يا ربي انت قلت، دار دي ودليل اول حاجه، انت قلت وقولك الحق لأملأن جهنم من الجنه والناس اجمعين. انت مش قلت كده يا ربنا؟ ايوه. قال وانا اريد ان تزيد في جسمي حتى املأ جهنم لوحدي. ما داري يزول خش معي تاني، قفل جهنم دي براي. وطيب ابليسي مش وين؟ شوف البليد ده دايم لجهنم، انت لو مليته، لو تب بجد على النار دي ودايره دار تستمتع بيها مليته، ابليسي مش وين؟ يعني يقعد يمشي الجنه ولا شنو؟ ما في محل تاني يا ناس. ويوم القيامه ربنا قال فريق في الجنه وفريق في السعير، ما في محل ثالثه. انت لو مليت النار معناه ابليس الجنه طوالي بيمشي بخش، عشان تعرف المعارضة لأمر الله سبحانه وتعالى. بعدين لاحظ الكلمة ذاتها في اعتراض، عشان تعرف ذاته ده ما كلام بتاع زول صالح ذاته أصلا، الكلمة في اعتراض، إنك أنت كونه يجي يقول لي الله يا الله أنت قلتك لأملأن جهنم، الله قال بملاه، وكلام مؤكد بعدين بنون التوكيد لأملأن وبلام القسم لأملأن، يعني ربنا بيملاه بيملاه. أنت تقول له أنا دار أملاه براي؟ بس ده مش غلاط لله؟ ده مش اعتراض على الله ذاته؟ فهمت؟ لكن الصوفي بعد ده كله تجي جنس دي ما بتكون كاتبه صحفيه جاهله، وما اكثر الجهال في المجتمع ده، واحد بس بيلقى الجريده دي قدامه وقدامه كيبورد بس شغال بيكتب، وهؤلاء البرهانيه على حق. انت بتعرف لهم شنو؟ تلقى النوعيه اللي شافوا الشعارات فوق، طبعا الختميه ديل ولا اسمه شو البرهانيه، عندهم شعار اخضر باصفر بكحلي زي بتاع مازيمبي ذاك، تعرف مازيمبي الكنغولي؟ نفس الشعار بتاعهم. بيكون شاف الشعار كده بيقول لك ايوه يا سلام، شوف الالوان اللطيفه دي، الوان جميله، معناها دل على حق بالله من اللون بتاع الدلقان. ولا يمشي هناك في الحوليه بتاعت البرهانيه، بيجوا برهانيه المان من المانيا، برهاني بريده وبرهانيات، ما برهاني ساي راجل، برهانيات. بعدين تعرف في جماعه ما عندهم اصلا، عندهم مساله فهمت بتاعت انبهار، واحد اول ما يشوف لك الجماعه ديلك يقول لك يا سلام بالله، شوف الطريقه دي جايبه لها ناس ظريفين كيف، معناه على حق. يقول لك ده جاي من المانيا، ما زيك من المانيا لكن زيك جاي، كلهم على ضلال وعلى باطل، فهمت الكلام ده؟ فاعرف انه الطريقه البرهانية اللي قالت دي إنها على حق، دي طريقة مبنية على الباطل من أول لآخرة. عندهم كتاب اسمه شراب الوصل، شراب الوصل، قال أجود على أم لترحم طفلها، ده البرهاني. تقول على حق؟ ده قال هو البجود، مش ربنا البجود؟ قال لا، أجود على أم لترحم طفلها، قال فرحمة من في الكون من بعد رحمتي. قال تطاوعني الأملاك، الأملاك يعني ما في الملكوت، قال بالجود والقرى، الجود العطاء والقرى إكرام الضيف، قال وكل ذوات الكاف
ترهب صولتي. أي حاجة الله خلقها بيكون قال بتخاف مني أنا. قال جبريل ميكال إسراف عزراء هم جنودي، كلهم جنودي أنا، هم تحت إمرتي. أها ده البرهاني على حق، بلاش كلام فارغ، ده كلام من أبطل الباطل ومنكر ما يحتاج إلى دليل للرد عليه أصلا. أي عاقل بيعرف ده كلام باطل. عشان كده الحلقات بتاعت إخواننا دي قاعد تحرقهم الجماعة دل كلهم، لأنه بتفضح لهم المنكرات بتاعتهم دي. يوم من الأيام الشعب السوداني ما كان يعرف هذه المنكرات تحت الصوفية، الناس ما عارفين، لقوا الفتة شغالة فهمت، والمديح شغال، والناس بيحبوا الطربانة، واحد لقى له مزك شغال وقال له ده الدين، يقول لك يا سلام ده الدين ذاته اللي احنا كايسين له، ياكل يشبع ويرقص ويمشي يرقد ينوم، يقول لك ده الدين ذاته، دين تمام ده، لأنه ما عارفين المنكرات دي. لكن الحمد لله لما الدعوة انتشرت والناس عرفوا حقيقة التصوف، الآن الشعب السوداني ركل الصوفية إلا من رحم الله قليل، ها، أو إلا من لم يرحم الله، القاعدين لا سمع صوفية. لكن أكثر الناس من العامة والبسطاء، الواحد بيكون أنت بتشوفه شكله ما شكل دين، لكن أقول لك التصوف ده باطل وما نافع، وده الكلام الغايظهم. الآن شغالين جارين في القضاء، بيفتحوا بلاغات، بيكتبوا في الجرائد، بينبذوا في الدعاة، فهمت؟ بيمشوا المحاكم بيشتكوا وما وجدوا أي شيء، ما وجدوا، لأنه هل أنت دار تمشي لقاضي تقول له يا أخي الجماعة دل قالوا البرهانية على باطل ونحن على حق، والقاضي ماله مالك؟ ماله مال برهانية؟ القاضي بتجيب له قضية مكتوبة عنده برقم في القانون اللي قدامه ده، ده موضوع القانون اللي قدامه ده، 130 136 114 فهمت 59 13 مادة مكتوبة قدامه، لكن تجي تقول له وهذا أسأل البرهانية، ماله مال البرهانية؟ أمشي أمشي غادي، يقول لك حل قضيتك مع برهانية أمشي، والمسألة دي تحل بالدعوة. أنت صوفي عندك حجة، سيبنا من بلاء وسيبنا من برنامج طويل زي ده، تعال قدم حجتك، بتقدر؟ تعال أغنعنا إنه شيخك ده بيبقى سمين سمين سمين، بب بملا جهنم دي والجماعة بقعدوا برا كله، تعال أغنعنا. طيب قال كنت أصلي مع واحد صلاة الجمعة وأخيرا قال اتيقنت إنه صلاح الخنجر في الرياض. قال يا زهل أنت بتصلي من زمان ما جاب خبر؟ كويس. قال والجمعة الماضية ذكر قال أن ليس في السماء، الله ليس في السماء، وذكر بعض الآيات منها إذا السماء انفطرت و إلى آخره. طيب أول حاجة الله يعوضك في صلاتك الفاتت، أنت ما دام بتصلي مع الراجل ده، الراجل ده عنده كفاوة ثقيلة جدا، بلاوة ثقيلة منها الفتوى بتاعته اللي ضيقت عليه البلد، فتوى أفتى براو، احنا ما قلنا لافتي كده، ضربوا الهوى في الميدان بتاع المولد وجنبه شيخ حامد، ومن جعل الغراب له دليلا يمر به على جيف الكلاب، بيستشير في حامد جنبه، لما الهوى ضربوا قال لهم نحن الشيوخ نبيعوا المطر، بيبيعوا المطر بس يتورط ورطة شديدة، مش عشان الكلمة دي خطيرة بالنسبة له هو، لا، الصوفية عنده مكعب من الكلمة دي، لكن الكلمة دي فضحته لأنه عقيدته ما كان مرق بصراحة، لما اتفضح الدنيا ضاقت عليه كلها، محل ما يمش، انت عارف الفيزة أنا مرات بخش كده بعين قدر ما تجي مطرة، أي واحد من الناس الشعب السوداني مو نحنا برانا، الناس ساي الواحد بيصور لك الموية في المجرى جنبه ويرفعها، يا الخنجر يقول للبياض وينه؟ الموية دي جابها الله، أنت عارف ضيقوا عليه الواطة دي كلها، محل ما يمش الجماعة بيسألوه بيقول له صحيح المطرة بتجيب الشيخ وبتدفع البياض؟ الدنيا دي كلها ضاقت عليه فهمت بسبب الفتوى الأفتاء دي، وعنده فتاوى باطلة كثيرة جدا، لأنه عقيدته أصلا عقيدة باطلة، عقيدة صوفية باطلة. عشان كده أول حاجة أنت الحمد لله ربنا سبحانه وتعالى أنغزك ومركت، عرفت الحاصل إنه ده الخنجر، تاني ما تمشي تصلي معه.
دي نمرة واحد. نمرة اثنين كونه يقول الله ليس في السماء، هذا تكذيب للقرآن. ربنا سبحانه وتعالى قال أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمر. الآية دي تفسيرها شنو؟ أسأل أي صوفي قول له فسر الآية دي. من في السماء ده منو؟ يقول لك ده الملائكة. كويس، أنت مفسر تقول أنت من المفسرين؟ أنت مخرف تمام من المفسرين. نرجع لتفسير السلف للآية دي ذاتها. ابن جرير الطبري قال أأمنتم من في السماء هو الله. التفسير الطبري ده بالذات انا قلت ليه؟ لانه الطبري ده متوفى سنه 310، يعني الطبري عاش جوا القرون الثلاثه المفضله. ده من السلف، ما تقدر تتكلم تقول ايه وقال الصابوني وقال منو من المفسرين بتاعنهم ديل ديل دراويش ساي. ده من السلف. نمره واحد، تفسير الايه دي نفسر القران بالقران بالقران. ربنا سبحانه وتعالى قال من في السماء أن يخسف، خد بالك للكلمة دي، أن يخسف بكم الأرض. مش الآية ما قال الله بس قال من، ومن دي اسم موصول يرجع لمن. نرجع للآية هناك في سورة النحل، ربنا سبحانه وتعالى قال أفأمنا، وهناك أأمنتم، لاحظ نفس الآية أأمنتم من في السماء، هناك آية الملك، هنا أفأمنا الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض. إذن اللي بيخسف الأرض منه؟ الله. دي في آية سورة النحل. لما نرجع لآية الملك أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض، يبقى اللي بيخسف الأرض منه؟ هو الله. ويبقى من اسم الموصول هنا يرجع لمن؟ لله سبحانه وتعالى. ده تفسير للقرآن بالقرآن. ما تقول أيوه قال فلان وقال شيخنا فلاني، فهمت كلامي؟ انتهى الموضوع. من في السماء هو الله سبحانه وتعالى، وده قول السلف جميعا، قول السلف جميعا، وعليه الأدلة من القرآن ومن السنة. وتاني الخنجر مصلي معاه، نلتقي إن شاء الله الحلقة القادمة.